نبتدي ان شاء الله ربنا يوفق باذن الله ونبتدي الموسم بتاعنا ونبتدي ننهي بقى الموسم السابق ده ان شاء الله. مفيش مشكله ان كل المواسم ديت او كل الظروف اللي احنا فيها دي ممكن تكون في شويه عراقيل موجوده، في شويه مشاكل موجوده، لازم احنا كلنا نساهم في حلها، محدش يستنى حد يحلها، احنا نساهم في حلها وهنحاول بقدر الامكان زي ما قلت لكم هنحافظ على كل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي الدوله يعني وجهت بيها، وفي نفس الوقت النادي الاهلي هيوفر تقريبا لحضراتكم وللاعبتنا كل هذه الامور. لا انا بس انا بعيد تاني عليكم ان كنتوا دوركم مهم جدا، ازاي ترجعوا الاولاد نفسيا وفنيا وبدنيا، ازاي يرجعوا ان شاء الله عشان نكمل الموسم بتاعنا عشان نساهم مع الدوله في ان الحياه تتحرك، الحياه تمشي يعني ان شاء الله يعني. لو في اي حاجه عند حضراتكم عايزين تتكلموا فيها عشان عنصر بس الوقت، ارجو تتكلموا فيها مع استاذ مدير النشاط الرياضي هو هينقلها لنا. لو في حاجات النهارده يا روف النهارده ممكن تعملوا الكلام ده، لو في حاجات مش موجوده عندنا ممكن ازاي احنا نوفر زين. شوف بقى اولادكم انتوا بقى طبعا كل واحد عنده السيستم بتاعه ازاي يعني ازاي يجيب لعيبته وازاي يتكلم معاهم وزي ما النهارده نحضرهم بقول لكم نفسيا وفنيا وبدنيا للاستمرار. اهم من الرياضه ان احنا نساهم مع دولتنا ومع بلدنا في دفع عجله الحياه، هو ده اهم من الرياضه دلوقتي.